السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نتكلم على السيد هذا جمل بالماضي مدرب الفريق الجزائري لكرة القدم. السمان الجاية وقيلا عندهم ماتش مع تنزانيا وقيلا قال لهم هذا على هذا بغي نهضر عليه. قال لهم ما ندربش سيدي موسى، ستاد مش مليح، انا ندرب في تونس. صدقوني مش راني نقول لكم، انا ندرب اللاعبين في تونس مع اللي عنابه قريبه للحدود التونسيه، جاتنا مليحه. شوفوا انتم هذاك شوفوا انتم هذاك الذنيب مخلي الجزائر كامله يروح يدرب في تونس على خاطر عنابه قريبه للحدود التونسيه. هكذا تضحك على الجزائريين؟ هذا تضحك على الجزائريين؟ ما صبش كاع بلاصه اللي يدربوا فيها هنا في الجزائر. سيدي موسى قلت ماش مليح تديهم لتونس على خاطر الجزائر عندك انت يا بالماضي بقرة تحل فيها كما طلع لك. تخيلوا يا سيدي، تخيلوا وش راه السنية باش يدرب الفريق الوطني. ميتين وثمانية ألف أورو، ميتين وثمانية ألف أورو في الشهر. أما ال 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 المدرب تاع الشقيقة المغرب يخلصوه ستين ألف أورو فقط. وهذا يجي في الجيب فقط. شو جبت الجزائر انت؟ شو جبت؟ جبت البكي وقعد تبكي كي تخسر، تقعد تبكي بصح دير في الجيب. ها ويعطولو 400 ألف 400 أورو يعني 7 ملايين بدراهمنا. وين تفوت كيما 7 ملايين تفوت بدراهمنا في النهار؟ في النهار زيادة. ما نهدرش على اللاعبين، على كل حال اللاعبين اللي كثرتهم قول نصارى، ولاد نصارى كثرتهم ولاد نصارى. اما هنا في الجزائر ما عندوش. هو هذا من حيث قالوا بوزفريق يروح لقطر، راه في قطر راه في 20 عام، ولاده ياكل ويشرب ويخلص من عند الجزائر بصح في قطر. هذه المره قال ما ندربش انا كاع، ما نروحش للجزائر، من قطر نجيبها في تونس. وانا اللي قاصني عنابه قريبه للحدود التونسيه.
والله العظيم لو كان جيت نحكم غير واحد شوي نعطيك بكوبي نوصلك لقطر. سخايب كاع الجزائريين، كل الجزائريين تكلخ لهم كيما هاكا. مالها سيدي موسى مالها؟ انا شفنا الاستاد نتاعها مالها، كيما الاستاد نتاع اللي لعبت فيهم في افريقيا. ابدا رحت نشوف، حبيت نشوف علاه الاستاد مش ملح. قيم مواسين شوية مش محفرين، لا مقراتين شوية برك مش محفرين. هذه هي الجزائر البكرة الحلوب بصحتكم، تدي 6 ملايين 7 ملايين في النهار، مخلف الخاصة نتاعك 208,000 أورو. والله ما ضاري راسي، بغيت نحسبها ضاري راسي ما عرفتش كيف نحسبها. الآخر يخلص تاع المغرب يخلص 60,000، وهو يخلص 60 و60 و60 60 و60، 160 180 و60. واحد آخر ربع خطات ولا 50 يخلص أكثر من المدرب تاع المغرب. وقايض الحال ما نلعبش، ما نلعبش في سيدي موسى، رحنا نلعب في تونس على خاطر في تونس يزيدوا لك الدراهم